مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Another Child. الفيلم بيبدأ مع جوري اللي بتراقب والدها من شباك مطعم اسمه مطعم البطة، وبتعرف انه بيخون والدتها مع واحدة ست بتشتغل هناك، وبتبدأ الست دي تاخد بالها منها، بس جوري بتلاحظ وبتجري فبيقع منها تليفونها، وبتاخده الست دي وبتديه لبنتها يون اللي بتبقى من نفس سن جوري وكمان معاها في نفس المدرسة. وتاني يوم في المدرسة بتيجي بنت الجوري وبتديها ورقة وبتجري، وبيبقى مكتوب في الورقة تطلع السطح تقابل يون، وبتطلع تقابلها، وأول ما بتشوفها بتقول لها والدك في علاقة مع أمي، فبترد عليها جوري وبتقول لها عارفة بس مامتك هي السبب، وبتصدمها يون وبتقول لها إن مامتها حامل وبطنها كبرت وبدأت تظهر، فبترد عليها جوري وبتقول لها تبعد والدتها الطماعة عن والدها لأنه مش غني علشان تلف وراه، ولو ما بعدتش عنه مش هسكت عن اللي بيحصل. وتقوم يون تستفزها أكتر وتقول لها وريني هتعملي إيه، وفي نفس الوقت بتتصل والدة جوري وبترد عليها يون وبتقول لها جوزك بيخونك مع ماما اللي بقت حامل بسببه، فبتشد جوري التليفون منها وبتقفل وبتدعي إن مامتها ما تكونش سمعت حاجة، وبتتخانق معاها وبتقول لها إنهم لازم يحلوا الموضوع من غير فضايح، فبتستفزها يون وبتقول لها أبي وريها تعملي إيه. تاني يوم في المدرسة بتفضل جوري مشغولة وعمالة تفكر ومش مركزة في الحصة خالص، وبتقرأ عن الإجهاض السليم والصحي، وبتروح بيتها بتلاقي هناك والدها مستنيها، فبتقعد جنبه وبيكلمها عن نوع عربية جديدة، وهو بيكلمها بدون سابق إنذار بتقوم ضربها على ظهره جامد، وده بيخلي والدها يتوجع ويسأل عن سبب ضربها ليه، فبتبدأ تعتزله وتدلك له ظهره، وبتوصل مامتها اللي مع دخلتها بيبدأ الأب يقوم يتسحب يدخل الأوضة، فبتسأله الأم انت هتنام لوحدك؟ بيقول لها آه، وانه بقاله سنتين بينام لوحده وتعود على كده، وتقريبا هي كمان المفروض تكون اتعودت. وبيبان على الأم الحزن من اللي جوزها بيعمله، وبيزيد الشك عندها انه بيخونها. بترجع يون البيت وبتلاقي مامتها بتعمل رياضة بالراحة علشان صحة البيبي، وما عملتش أكل وسايبة الدنيا بايظة، وبتقول لها تبطل ترجع متأخر وتشتغل دوام جزئي، فبتقول لها يون لازم تجهد الطفل ده، بس مامتها بتتريق عليها وبتكلم بطنها وبتعمل نفسها مش سمع حاجة، وبتقول والدك يا ابني أكيد مشغول وما ينفعش أكلمه كل شوية بدون سبب، فبتتعصب يون عليها وبتقول لها إنه ما ينفعش يجي الدنيا ويلاقي أب مهمل زي ده، وهل عاجبها حالها كده؟ فبتنهار أمها وبتعيط، وبتقول لها إنها ضحت بشبابها وخلفتها وهي في الثانوية، وضحت بكل حاجة عشان تربيها وبتسيبها وتقوم. فبتمسك تليفون مامتها وبتتصل بيه بس ما بيردش، فبتبعت له رسالة وبتقول له العالم كله عارف الغلطة اللي انت عملتها. تاني يوم بيشوف الأب الرسالة وبيخاف وبيحس ان الكل عارف الحقيقة، ولسه بيهرب وبيخرج من البيت بيلاقي مراته بتقول له ايه مش هتفطر؟ فبيقول لها لا ورايا شغل كتير لازم اخلصه، وبيجري بسرعة وبتجري ورا جوري اللي ما سمعتش والدتها وهي بتنده عليها علشان تلحق والدها. بيركب الأب العربية وبنته ما لحقتهوش، وبنلاقي الأم بتجري حافية في الشارع علشان تدي بنتها الفطار بكل حنان ومسؤولية، وبنشوف الأم وهي بتطلع حاجات كتير من المطبخ ووسطهم كيس مطعم البطة، وبنروح لجوري في مدرستها اللي شافت يون بتبص عليها وبتضحك علشان تغيظها، فبتتعصب جوري وبتجري عليها وبيمسكوا في شعر بعض بكل عنف وبيكسروا شباك وباب الفصل، والمدرسة كلها بتتفرج. وفي نفس الوقت بنلاقي والدة جوري بتروح لمطعم البطة علشان تشوف مين الست دي اللي جوزها بيخونها معاها، وبتطلب طبق البط منها، وهناك بتلاقي والدة يون بتتكلم في التليفون وبتبقى عارفة انها بتكلم جوزها، فبتحزن على نفسها وبتدمع وبتقوم تمشي، فبتشوفها والدة يون وبتبدأ تتكلم معاها علشان شافتها زعلانة، فبتخبطها مامة جوري وبتقع، وبتلاحظ خط دم نازل من عند رجليها وبيبقى لازم تاخدها المستشفى بسرعة. بنروح للمدرسة وبنشوف المدرس داخل مع البنتين وبيقلهم ازاي كسروا شباك تقيل كده، ده حتى راجل زيه ما يقدرش يكسره إلا لما يتعور، وبيقول ليون إنها لازم تجيب والدتها معاها المدرسة وإلا هتتفصل، وبيكلم جوري وبيسألها هي يون سرقت منها فلوس وليه حصل كده؟ لأنه سمع كلام غريب عن البنت دي. بترد عليه جوري وبتقوله إن هي اللي بدأت وضربتها، وإنه لو عنده حاجة ممكن يقولها على طول. وبنلاقي والدة جوري أمرت بنتها تجيب أكل ليها وليون ويبطلوا يتخانقوا ويبطلوا أكل مضر، وإنه مفيش مشاكل ولا حاجة وكل حاجة هتتحل. وبيروحوا يشوفوا أخوهم الصغير اللي في حجم كف الإيد علشان اتولد قبل أوانه. بعدها بيروحوا ياكلوا ويتكلموا إنهم كانوا بيتمنوا موت الطفل ده، بس في الآخر جه الدنيا. وبتكلم جوري والدها في التليفون اللي ما بيردش وبيقول إن في اجتماع،
بس بيشوفوه بينادوا عليه وبيعمل نفسه مش سامع ومش بيرد، بيحاول يهرب منهم بس يون بتفضل وراه لحد ما بتاخده لمامتها في المستشفى. وبنروح لجوري اللي بتبقى ميتة من العياط متعاطفة مع والدتها بسبب ان والدها بيهرب منها، وبنلاقي امها بتضحك بشكل غريب. وبيفضل الأب متغيب عن البيت وبيرجع بعد فترة، وبينزل على ركبته قدام مامة جوري وبيطلب إنها تسامحه وهيعوضها برحلة في شاليه عند صاحبه، بس هي مش بتسامحه وبتسأله إذا كان بيحب الست التانية بس ما بيردش، فبتقوله إنها فهمت خلاص وإنها عرضت البيت للبيع وبتمشي من قدامه. وبتعرف يون إن مامة جوري دفعت فلوس مستشفى لوالدتها وراحت تسحب فلوس من بطاقة الائتمان بس بتطلع فاضية ومش معاها أي فلوس، فبتتصل بباباها وهو راجل بيقامر على فلوسه وبخيل وبيسكر، ولما عرف انها محتاجة فلوس سابها ومشي للكازينو. وراحت يون تستلف فلوس من صاحب الشغل بتاعها عشان تسدد الفلوس اللي عليها، وبتروح لها وبتديها الفلوس. وبتبقى والدة جوري بتنصح يون تهتم بدراستها وتبعد عن المشاكل، بس بترد التانية عليها وتقول لها وفري قلقك ونصايحك لبنتك، لكن والدة جوري مش بتستحمل الضغط وبتعيط. ولما بتشوفها يون بتروح لها وبتتأسف لها على قلة ذوقها وبتديها منديل. وبنشوف جوري مع مامة يون في المستشفى عشان تقبض على باباها، وبتجيلهم يون اللي طلبت من مامتها تعمل شهادة ميلاد للطفل، بس مامتها بتتعصب عليها وبتزعق لها، فبتمشي يون. وبتزعل جوري وبتقول لها ليه بتزعق لها، ما هي ما قالتش حاجة غلط، انت اللي ما عملتيش حاجة صح في حياتك. وبيروحوا البنتين يشوفوا أخوهم في الحضانة، وبيبان عليهم إنهم بدأوا ينسجموا مع بعض ويتعلقوا بالطفل. بتدخل يون إيديها في حضانة الطفل وبتبدأ تحسس على رجليه وهو نايم في مشهد جميل. وبالليل بتقول يون لجوري إنها تسيب المدرسة وتشتغل عشان تربي أخوهم الصغير، فبتقول لها جوري الأفضل إنهم يعرضوا للتبني، بس يون بتتعصب عليها وبتقول لها حتى لو مامتي وباباكي مالهمش لازمة أنا أخته وما ينفعش أرميه زي الكلاب في الشارع، وإن مامتها ولدتها وهي في الثانوية واهتمت بيها وكانت بتشتغل. وفي الآخر جوري قالت إنها بتتمنى ما يشوفوش بعض تاني ولا يعرفوا بعض بعد كده. وبنشوف والدة يون بتتصل بوالد جوري عشان عايزة تشوفه، بس هو مش بيوافق وبيقول لها إنهم لازم يبعدوا عن بعض الفترة دي، فبتقفل في وشه. وبنروح في نفس الوقت للأب اللي بنلاقيه وقف علشان شاف طفل مرمي على الأرض وبينزل يساعده، بس بيلاقي الطفل بيضحك وبيطلعوا عصابة ضربوه وأخدوا منه العربية والفلوس وكل حاجة. وتاني يوم بنلاقي جوري راحت المستشفى وقابلت يون وبتوريها إنها لقت صورة للأب مع والدة يون عشان يبقى دليل لإثبات إن الطفل ابنهم ويحتفظوا بيها لأخوهم لما يكبر. وبيروحوا علشان يشوفوا أخوهم، بس بيتصدموا لما بيعرفوا إن أخوهم مات، ما بيبقوش مصدقين، فبتشرح لهم الممرضة ان الطفل اتولد وهو عنده نزيف في دماغه وانهم عملوا اللي يقدروا عليه بس ما قدروش ينقذوه وجثته بتتنقل دلوقتي. فبيجروا البنتين علشان يلحقوا الراجل اللي اخد اخوهم وبيركبوا مع العربية، وبيوريهم الاوراق اللي تثبت ان جثة اخوهم واحدة من جثث الاطفال اللي موجودة ورا، وان العربية كلها عبارة عن توابيت لجثث اطفال صغيرين ماتوا هم بيتولدوا. وفي الاخر نزلوا من العربية واخدوا جثة اخوهم الصغير. وبتروح والدة جوري لوالدة يون وبتبقى جايبة لها شوربة وبتسألها لو كانت عارفة ان هو متجوز، فبترد عليها وبتقول لها انها كانت عارفة بس لما تقعي في الحب. وبيوريني ازاي هتعرفي تفرقي بين الصح والغلط، فبترد عليها التانية وبتقول لها خلاص الموضوع خلص. وبيرجع الأب البيت بعد ما تسرق منه العربية والفلوس والضرب كمان، وبتشوف جوري اللي قالت له ان الطفل مات وان ده اكيد اللي كان هو بيتمناه، وسابته نزلت وهي متعصبة منه فبيجري وراها، بس بيقابل في وش والدة جوري اللي خدته المستشفى علشان شافت ان حالته الصحية مش تمام خالص. وبنشوف يون قاعدة مع والدتها اللي رجعت من المستشفى وبتقول لها انت ليه يا ماما مش عايزاني احس اني بحبك ولو لمرة واحدة، فبتحزن الام على حالها وبتعيط. وتاني يوم بتروح جوري المدرسة عشان تقابل يون ومعها جثة اخوهم. يون بتعيط ومبتقدرش تستحمل، بس جوري بتقول لها ان ده اخوهم ولازم يبقوا مع بعض. وبيروحوا البنتين يحرقوا جثة اخوهم حسب تقاليدهم، وبيروحوا الملاهي بعدها علشان يرموا رماده هناك، وبيفضلوا يلعبوا زي العيال الصغيرين. وبعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيطلعوا مبررات لأهلهم هما ليه عملوا كده عشان يسامحوهم ويقدروا يرجعوا يعيشوا معاهم، لأن في الآخر دول أهلهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.